إذا ننتقل الآن إلى الجزائر. أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري التزامه بالمشاركة في الحوار الوطني لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت. وقال الحزب الذي يعتبر ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان في بيان له عقب اجتماع لمكتبه الوطني برئاسة عز الدين ميهوبي الأمين العام للحزب بالإنابة، قال إن الاجتماع بحث مستجدات الساحة الوطنية، حيث جدد الحزب التزامه بالمساهمة في مسعى الحوار لتنظيم الانتخابات الرئاسية. في هذا السياق نستقبل هاتفيا من الجزائر أستاذ زكي عليلات الكاتب الصحفي. أستاذ زكي، بعد التحية، حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري أكد التزامه بالمشاركة في الحوار الوطني لتنظيم الانتخابات، ماذا عن هذه المشاركة وماذا عن الأحزاب السياسية التي أعلنت بالفعل مشاركتها والأحزاب التي ترفض حتى الآن المشاركة؟ مساء الخير، تحية لك وللجمهور القناة. وفي يعني خلط كبير بين من يشارك ومن لا يشارك في لجنة الحوار أو هيئة الحوار والوسط، لأنها انفصلت نهائيا بأنه الأحزاب التي دعمت والأحزاب التي كانت تلعب على وتر نرفزة الشعب الجزائري أنها لن تشارك، على غرار حزبي الأرندي والأفلان، حزباء السلطة سابقا الذين دعموا العهدة الخامسة ودعموا العهدات الأخرى وحتى الأحزاب الأخرى، حزب الكرامة التي الذي يرأسه محمد بن حمو وحزب العداله وحزب البيان التي تراسها صالحي نظرا للتصريحات الاستفزازيه لها. حزب الارندي والاسلام يلتزمان بانهما سيشاركان في الحوار وهذا من حقهما، ولكن جمع غفير من الشعب الجزائري ضد مشاركه هذه الاحزاب او اقصائها نهائيا، ذلك لأنهم يعتبرونها أنهم كانوا جزء من المشكلة التي دخلت فيها الجزائر وجزء من المشكلة التي تمر بها الجزائر في هذه الفترة. لذلك من هذا المنطلق فلا يمكن للذي كان في جزء من المشكل أن يكون جزء من الحل. هم يعني يقولون ويدلون بتصريحاتهم بأنهم يلتزمون بالمشاركة في الحوار، ولكن أنا لا أعتقد من وجهة نظري بأنهم سيشاركون وسيبقى الباب مفتوحا بالنسبة للمناضلين الذين يعني لهم آراء في هذا الشأن يعني. نعم، إذا من أين يأتي دور الهيئة الوطنية للحوار والتي كان هناك لها اجتماع بالأمس، وهي أصلا من دورها التوافق ويعني إجراء توافق بين الأحزاب وعمل حوار بين هذه الأحزاب وأيضا ممثلين عن الحراك الشعبي للاتفاق على هذه المسيرة وإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت؟ يعني ماذا تقوم الهيئة في هذه الجزئية تحديدا، التوافق ما بين الأحزاب السياسية والحوار فيما بينهم؟ نعم، قلت لك بأن الأحزاب السياسية ليست كلها على يعني موافقة كلية حول هذه اللجنة، هناك جزء كبير من الأحزاب السياسية يرفض الحوار ويعتبره فقط طيب، وكان هناك أيضا شباب وكان هناك شباب أيضا أستاذ زكي الذي يرفض الحوار ويعتبر بأن هذه مناورة من طرف السلطة للاستمرار والبقاء في الحكم يعني. على كل حال البعض يعتبر بأنه
بعض يعتبر بأن هذه الهيئة هي هيئة جاءت بها السلطة لكي تناور وتلتف على مطالب الحراك الشعبي. هناك معادلة أخرى تقول بأن الحراك الشعبي سيستمر وسيلعب على يعني على وتر الضغط أكثر على السلطة من أجل التنازل ومن أجل رحيل جميع المظلمين. أستاذ زكي، على يعني الحراك مستمر، ولكن هو الحراك ليس بنفس الحدة وبنفس المشهد كما بدأ الحراك في الجزائر، وهذا ربما ما تستخدمه هذه الهيئة وما يستخدمه المؤيدون لهذه الهيئة في مسألة أنه لابد من استمرار الاستحقاقات الديمقراطية ولابد من الحوار وإجراء انتخابات رئاسية. الشباب الذين دخلوا إلى مؤتمر الهيئة بالأمس، الشباب الذين اعترضوا على الهيئة وعلى الرموز الموجودين في هذه الهيئة، كان لديهم مطالب واضحة يعني ضرورة إقالة الرئيس المؤقت وأيضا حكومة بدوي. ماذا عن هذه المطالب أيضا؟ هل هي تمثل الحراك بأكمله بالفعل؟ هل يعني أم تمثل فقط هؤلاء الشباب الذين وجدناهم في هذا المؤتمر؟ نعم، هناك فعلا كما قلت هناك فصيل أو تيار معين يدعو إلى يعني ضرورة رحيل البائين المتبقيين. هناك كانت هناك في السابق 4 باءات متعلقة برئيس المجلس الدستوري وهو طيب العز استقال، ورئيس البرلمان أيضا بوشارب استقال، ما زالت باءين. على كل حال حدة الضغط على هذه البائين بضرورة الرحيل خفت مؤخرا. اليوم هيئة الوساطة والحوار تقول بأنه ليس من الضرورة ذهاب عبد القادر بن صالح لكي نجري انتخابات رئاسية، ذلك لأنه حتى في فراغ قانوني ودستوري. على كل حال هناك فصيل لا أعتقد إن كان كبيرا، البعض يقول بأنه لابد من ضرورة رحيل هؤلاء الفئين، ولكن في المجمل هناك يعني موافقة على ضرورة بقائهم لكي لا نقع في فراغ قانوني وفراغ دستوري. الجميع اقتنع بضرورة بقائهما، والتحدي الأكبر أو الأولوية الأكبر في هذه الظروف هو تنظيم الانتخابات الرئاسية، ولم يشمل الطبقة السياسية وحتى المدنية من أجل التوافق حول هذا الموعد أو الاستحقاق الرئاسي. شكرا جزيلا لك أستاذ زكي عليلات الكاتب الصحفي، كنت معنا من الجزائر.